تجي من الخطوره ديال الخصم، وكي جاوبنا بعض الفرص اللي كان ممكن اننا نخلقوا منهم فرص سانحه للتسجيل. على العموم هزيمه تبقى سلبيه، نتيجه سلبيه في الظروف اللي تنعيشوا، ولكن الاداء ديال اللاعبين تنظن بان ما عندي علاش نتقلق عليهم، لان داكشي اللي عندهم عطاو، خاصه الخروج ديال مهدي مبارك خلف لنا واحد الفراغ في وسط الملعب، وبالتالي زغودي سجل هدف رائع من بعيد، يعني اكسيون انديفيديال اللي دار الفرق. نتمنى ان شاء الله اننا نسترجعوا اللياقه ديالنا المباراه المقبله ضد الدفاع الحسين الجديدي باش نحققوا نتيجه ايجابيه، لان احنا محتاجين نقاط في هذه الظرفيه ان شاء الله.